أهلا وسهلا فيكي ضمن مطبخ كومال. اليوم رح نتعلم كيف نطبخ أشهر أكلة بالكاري بمنطقة هريانا. انت عم تحكي مثل النسوان اللي بيطلعوا على التلفزيون ببرامج الطبخ. حلقة اليوم رح أعلمكم كيف تطبخوا هالطبقة بطريقة احترافية. فكرت انه اذا بحاول انه اعمل هالشي ممتع شوي رح يكون اسهل عليك تتعلمي. خلينا نبلش. هالشغلات منسميهم بهارات، وهنن ورق غار وجوزة الطيب وملح وفلفل وكمون، مسحوق فلفل أحمر، مسحوق مانجو جافة، بذور خردل، كركم، قرفة، بذرة كرات، رنفل، وآخر شي الكزبرة. من كل اللي قلتي ما عرفت غير الملح. كل هالبهارات رح تنضاف لطبق واحد. إضافة كل هالبهارات رح تخلي نكهة طبق الكاري الخاص فينا كتير مميزة. بس لما مناكل كاري هالبهارات ما بتكون واضحة. تيتلي لما بتدوقيهم أنت رح تفهمي كل شي. هي كتير ناعمة. المانجا الجافة، نكهة المانجا الجافة بالكاري واضحة، مو هيك؟ حامضة. يلا بدك تقشري وتقطعي البصل والثوم، وكمان بدك تقطعي البندورة وتجهزي التوابل، واغسلي الخضرة كتير منيح. ضروري كتير انك تحافظي على النظافة ضمن المطبخ وقت تطبخي، لهيك يلا قطعي كل هالخضرة ونضفيها. يلا تحركي، يلا لشوف. اسمعي كلمتي، شو ما بقلك بتعمليها، فهمانة؟ انا ما في حدا اشطر مني بالطبخ. اوعك تعصبيني. قطعت الخضرة كلها وحتى البطاطا سلقناها وهي جاهزة، وهلأ رح ضيف الملح وخليهن على جنب. كومال قالت لي ضيف معلقتين ملح. وين المعلقة؟ هاي وحدة وهي الثانية. مش الحار، البطاطا صارت جاهزة، وهلأ أنا رح أحتاج كل هالبهارات اللي على الطاولة، بس ما عندي فكرة كيف بدي استخدم كل هالبهارات بطبخة واحدة. كومال قالت لي كل هالمعلومات بسرعة وأنا ماني متذكرة أي شي منهم هلأ. أكيد رح نحتاج بندورة، لهيك أنا رح أقطعها أحسن. بهي العيلة في كتير مصارعين، لازم أطبخ لهم وهالفكرة ببالي. كتير منيح رانا. تقطيع البندورة عملية كتير صعبة. تيتلي هاتيها. ما بدي. بسرعة مسكة. انتي شو عملتي؟ مسكتيها بإيدين وسخين؟ ريحتها مو حلوة. لكي بكفي، لا تحاول تعصبني، أنا هلأ عندي شغل كتير. ما في شي جديد أبدا، انتي دائما بتضلي معصبة. بقصد انطلب منك تطبخي طبق كاري واحد بس انتي لقيتي صعب كتير. اللي انت بتعرف عن شو عم تحكي؟ لا تكون مفكر حالك طباخ مهم. إذا مفكرة شغلة سهلة تعال وطبخ، أساساً أنا مو قدرانة أطبخه. المهم هلأ روح أنت وهالطابة من وشي والعب بعيد عني. يلا هاد كل اللي عم تعمله من الصبح. أيوة هلأ عرفت ليش أنت متضايقة كتير. أنت بدك تلعبي معي بالطابة، تعالي والعبي، مين مانعك يعني؟ ومين رح يطبخ الكاري؟ تيتلي الواحد لازم يعمل بس الشي يلي بيقله عليه عقله. كمان انتي ما عم تعملي شي مهم، ما هي بتكمليه بعدين، وانتي خلصتي نص الشغل. يلا تعالي يلا. ايه صح، انا عملت نص الشغل لهلأ وما بعرف شو اعمل بعدين. كومال قالت لي حط كل هالبهارات على طبخة واحدة. ايه؟ بس اذا مصر انا فيني العب بس شوي معك. طيب ايه انا هلأ رح اخد استراحة من الطبخ. ايه؟ يلا تعال خلينا نلعب. يلا تعالي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.